ايوه شايفينها. طيب خدنا الضرب بالخواص بتاعته، وخدنا نموذج مساحة المستطيل، وأخدنا خوارزمية التجزئة، وعرفنا كمان خاصية التوزيع في الضرب. إزاي بنحلهم؟ أخدنا وضربنا كتير. خلصنا الضرب، ندخل بقى في المفهوم التاني، والمفهوم التاني بيتكلم عن القسمة. وعندي السلام برضه، عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا يا بيسان. ميسي انا بس كنت عايزه اقول لحضرتك على حاجه، بس بيسان ما تقدرش تسيب حصتي، شايفة؟ قالت اعتذرت بس هي جت. ايوه هي قالت كمان ممكن تدخل وممكن ما تدخلش برضه، خلينا نقول الست يعني. انا طيب كنت في مستشفى بس ما اخترتش كنت ايه؟ عشان كنت في المستشفى فما احترتش. ليه؟ ألف سلامة عليكي يا جميل، الله يسلمك. ألف سلامة، شفاك الله وعافاكي. أنت لسه داخلة، إحنا لسه هنبدأ أهو. بسم الله، هناخد النهاردة الدرس الأول في المفهوم التاني للوحدة السبعة. قسمة بيتكلم درس عن الأول. إيه؟ مش رخمة خالص، وهتبقى سهلة وجميلة، بس ركزي معايا. تمام؟ بيتكلم عن عملية القسمة. عملية القسمة يعني عندي رقم بقسمه بقسمه على رقم، عدد ايوه بقسمه على عدد، هيديني ناتج. مبدئيا ايوه ايوه كده عايزاكم يا حلوين تبقوا عارفين العدد الأول اللي بيجي في أول المسألة خالص ده هو اسمه العدد الكبير. المقسوم. لا، احنا في القسم بقى. العدد الكبير دي كان في الجمع والطرح، تمام؟ هنا ده بقى اسمه ايه؟ اسمه المقسوم. وده اسمه ايه؟ وده مكتوب عليه، مقسوم عليه. المقسوم عليه. والناتج اللي انا بجيبه بتاع القسمة ده اسمه خارج القسمة. يبقى انا عندي 3 حاجات المفروض ابقى عارفهم. اول عدد بيجي خالص في اول المسألة خالص اسمه المقسوم، والعدد التاني بيجي اللي بعد علامة القسمة على طول اسمه المقسوم عليه، والعدد اللي بيجي بعد اللي يساوي اسمه خارج القسم. تمام؟ ركزي يا دان. يبقى أنا عندي مقسوم، مقسوم عليه، خارج القسم. أول حاجة لو جيت قلت أنا عايزة مثلا مسألة زي كده 15 قسم 3، هقول لكم يا حلوين مين هنا المقسوم؟ طبعا انتوا هتقولوا 15 قسم 3 هتديني 5. ليه؟ عشان 3 في 5 ب 15. طب لو هو جيت معتمد على جدول الطرح. بالظبط، انا بقى لو جيت سألت الحلوين قلت لهم هو فين المقسوم في المسألة دي؟ مين هو ثلاثة العدد المقسوم؟ ال 15 خمستاشر ولا ال 3 ولا ال 5؟ ثلاثة خمستاشر هتقولوا لي ال 15. برافو، مين العدد المقسوم؟ ال 15. مين المقسوم عليه؟ ثلاثة 3. برافو. مين بقى خارج القسمة او ناتج الخمسة. القسمة؟ الخمس. يبقى اول حاجة يا حلوين عايزاكم تعرفوها، تعرفوا مكان كل عدد فين واسمه ايه. مكان كل عدد اول حاجة المقسوم بيجي في الاول خالص، اللي بعد علامة الاسم اسمه المقسوم عليه، اللي بعد علامة اليساوي اسمه خارج القسم. عشان اما يجي يجيب لي سؤال زي كده ويقول لي ثانية واحدة هجيب الكتاب عشان نجيب مسائل من الكتاب ونشوف هنعمل ايه. اما يجيب لي بقى مسألة في جدول عبارة عن سؤال بيقول لي اكمل الجدول التالي، ويجيب لي جدول زي كده يقول لي فيه الجدول جه عندكم على البورد ولا لسه؟ طيب هيجيب لي جدول ويجيب لي فيه المقسوم والمقسوم عليه ومسألة القسمة وخارج القسمة وباقي القسمة.
زي الكتاب عندي كده، بيقول لي ايه؟ بيقول لي مديني جدول ومديني فيه شوية ارقام، بيقول لي ده المقسوم، المقسوم 12، المقسوم عليه 5، يبقى مسألة القسمة بتاعتي 12 على 5، المقسوم اللي جه الأول وبعدين علامة القسمة والمقسوم عليه اللي هو 5. طب هل 12 في حاجة في 5 تديني 12؟ هفكر كده، لا مش هلاقي في حاجة في 5 ب 12، مفيش. طب هعمل ايه يا حلوين؟ هروح ادور في البطل بتاعي، البطل بتاعي دايما دايما هو مين؟ المقسوم عليه، ده البطل بتاعي اللي هروح جدوله وادور فيه على الرقم اللي انا بجيبه. فانا دلوقتي هروح لجدول 2، انا بقسم كام؟ ودلوقتي مسألة القسمة بتاعتي كام؟ 12 على 5، فانا هروح جدول 5 وادور فيه واحدة واحدة، هدور 5 في 1 ب 5، 5 في 2 ب 10، 5 في 3، ايه ده يا مس، ده انا هلاقيها 15 وانا بدور على ال 12، يعني كده مش هعرف الاقيها مهما ادور بقى تاني، ده انا جيت وعديت، ده انا وصلت لل 15 وانا عايز ال 12 بس، صح؟ انتوا شايفين المسألة ولا مش شايفينها؟ لا السلام شايفين. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا مستر التأخير، أصل الكمبيوتر كان بيعمل تحديث بس. ماشي يا بطل. هاخد لكم السؤال على البورد عشان نحل براحتنا. حضرتك يا مستر انا هكون اول واحده احل بقى. كده البورد ظهري؟ ايوه يا مستر. تمام. بص يا حلوين، هو دلوقتي بيقول لي مين المقسوم ومين المقسوم عليه ومسألة القسمة هي ايه. انا دلوقتي معايا 12 قلم، معايا 12 قلم، عايزة اوزعهم عليكم انتوا الخمس، لو انتوا خمس فانا هوزع 12 بالتساوي عليكم انتوا الخمسة، كل واحد بالتساوي كده هياخد كام؟ لو وزعتها بالتساوي هلاقي ان كل واحد هياخد 2، لان 2 في 5 ب 10، وهيتبقى معايا قلمين مش هعرف اوزعهم عليكم انتوا الخمسة، يبقى انا ده خارج القسمة 2 وباقي القسمة برضو 2، اللي هيتبقى معايا 2. اهلا يا رقي، مين بتاكل ايه؟ انت كنت نايمه يا رقي؟ وليه؟ اوعى تكون بتاكل قدام الكورة حوالي. اتاخرتي يا رقي. اسكت يا. ما انا كنت بره. ماشي، يلا يا حلوين نكمل. فانا كده اصبح عندي المرة اللي فاتت ما حضرتش. نعم يا رقي. المرة اللي فاتت ما حضرتش. أنا عارفة إنك المرة اللي فاتت ما حضرتيش يا رقي. يلا يا حلوين نكمل. فأنا دلوقتي 12 على 5، عرفت إن ال 12 هي المقسوم، الخمسة هي المقسوم عليه، الاتنين ده خارج القسمة وهيتبقى معايا كمان 2، لأن 2 في 5 ب 10، والباقي باقي ال 12 2. يلا يا أحمد. شيل المقسوم والمقسوم عليه، والمقسوم عليه 4، يبقى هنعمله 20 قسمة 4. برافو عليك، اكسلنت، 20 قسمة 4. عمل ايه أحمد؟ جاب المقسوم أول رقم وعمل علامة القسمة وجاب المقسوم عليه تاني رقم. بعد كده يلا يا أحمد، هجيب المسألة بتاعتي أهي، 20 على 20 على 4، فكل واحدة هياخد بالتساوي 5،
فلا مش هيكون في حاجة خارج القسمة ولا باقي؟ لا خارج القسمة هو خمسة، خارج القسمة ده ايوه اللي هو الناتج بتاعي، تمام؟ فهيبقى عندي خارج القسمة هو مين؟ خمسة، وخمسة في أربعة بعشرين، خمسة في أربعة وداخل القسمة صفر. باقي القسمة ما عنديش باقي، أنا خدت هو العشرين انت يا كله. ماما بنت ادم من دوري كورة حار؟ يا عمر نعم. معايا يا عمر؟ معايا أكيد. طب يلا يا عمر افتح الكام زي أحمد. افتح يا أحمد، قفلت تاني ليه؟ أنا عايزة الحلوين يفتحوا لي الكام. اهو يلا يا عمر، يلا يا حنين، ده أنا قفلتي. لا ده انفتح. يلا يا رقي، بيسام، كله يفتح الكاميرات. نكمل مش بقى. نعم يا حنين. مش حنين. نعم يا بيسي. أختي بتاخد تارت يعني، فمش عارفة وأنا بستخدم التليفون فكاميرا فين ولا لأ. طيب ركزي. طب معايا يا بيسي، أنا عارفة إنك شطورة وبتبقي مركزة في الحصة. تعالوا نعمل رقم ب هنا دلوقتي. بيقول لي جايب لي مسألة القسمة. منورة يا حنين، جميلة. جايب لي مسألة القسمة وبيقول لي مين فيها المقسوم يا عمر؟ مين هنا المقسوم المقسوم؟ الستاشر. شطور. الستاشر على الستة هيديني كام؟ هروح بقى أقول ستاشر على ستة. يا مس أنا مش عارف، مفيش في جدول ستة حاجة في ستة تساوي تديني. 16. مفيش، صح، أنت صح، بس عايزة حاجة أقرب ليها. ستة، هدور كده. ستة في ستة في ستين اتنين. باتناشر. طب يا مس أنا ممكن أقول ستة في تلاتة، تعالى كده نشوف. ستة في تلاتة 18. 18. لأ ده احنا جينا وعدينا، عدينا 16 بكتير. أصبح أنا عندي هنا 6 في 2، فهاخد الـ2 اللي هو الرقم الصغير، يبقى ده خارج القسمة بتاعتي. برافو يا عم. طب أنا أخدت 2 في 6 بـ12 بس، يبقى باقي القسمة كام يا عمر؟ بـ12 بس، وأنا المفروض معايا 16. برافو. أربعة، إكسلنت. طيب يلا يا حنين، دلوقتي مين يا حنين المقسوم والمقسوم عليه وعايزني أعمل المسألة؟ 31 قسمة 3. برافو. 31 ده المقسوم قسمة التلاتة. هنيجي هنا، 31 قسمة تلاتة، البطل بتاعي جدول تلاتة، أروح أدور فيه على مين؟ على 31 أو حاجة قريبة منه، يعني هروح أقول تلاتة. حنين بتقول لي أنا عارفة إن 3 في 10 بكام؟ 3 في 10 30. برافو، 3 في 10 بـ30. طب 3 في 11؟ 3 في 11 33. لا استني يا ميس، ده انا بدور على مين؟ على 31 يعني أمام. 3 في 10. ايوه 3 في 10. برافو. يبقى التلاتة، يبقى خارج القسمة بتاعي تلاتة، وهيتبقى من 31 كام؟ واحد. واحد، لأن 3 في 10 بـ30، بس هنا خارج القسمة الـ10 مش التلاتة. عارفة خارج القسمة الـ10، يعني 10 في 3 بـ30، يبقى خارج القسمة 10 والباقي واحد. واحد. برافو يا جميل. تعالى أنا هعمل أنا دي دلوقتي. بيقول لي 72 على 9، دي المسألة بتاعتي. بيقول لي مين المقسوم؟
هقول له والله المقسوم اللي جه الاول اللي هو 72، 72. والتسعة هي اللي جت تاني اللي بعد علامة القسمة، مقسوم يبقى عليه يا التسعة تسعة. دي المقسوم عليه. طب أنا عايزة أجيب خارج القسمة، أروح في البطل بتاعي جدول تسعة وأدور على حاجة قريبة من ال72، فأنا كده قريبة من ال72. طب يلا ندور، تسعة في سبعة، يلا الشطار، سبعة في تسعة بكام؟ سبعة. تلاتة وستين. سبعة. أنا بدور على مين؟ أنا بدور على ال72 لسه ما جاتش. هقول تسعة في تمانية باتنين وسبعين. باتنين وسبعين. برافو، باتنين وسبعين. يبقى أنا كده هاخد الرقم الصغير ده خارج القسمة، اسمه إيه؟ تمانية، خارج القسمة. والباقي شايف مفيش. كده فهمنا؟ فهمنا يعني قالت القسمة وإزاي أجيب خارج القسمة ولو في باقي. تعالوا نشوف جزئية كمان. نعم. طب هو احنا ازاي يعني نجيب باقي الاسم؟ ازاي تجيبي باقي القسمة؟ بص يا جميل، انا دلوقتي اما جيت قلت 9 في 7 ب 63، 9 في 8 لقيتها ب 72، على طول الرقم اللي انا عايزاه، صح؟ هو ال 72، فكده ما بقاش عندي باقي. طب انا لو كانت المسألة بتاعتي بيقول لي مثلا، بيقول لي 74 على 9، فانا هروح 9 في 8 ب 72، اكمل جدول 9 عشان انا بدور على مين؟ على ال 74، لسه ما جاتش، فهكمل جدول 9. 9 في 10، الله يا ميس، ده 9 في 10 ب 90، ده احنا جينا وعدينا، ده كده احنا بعيد قوي. دلوقتي انا بدور على مين؟ على ال 74، اقرب حاجه ليها مين؟ ال 72. هاخد الرقم الصغير اللي معاها، الرقم الصغير ده يبقى خارج القسم، تمام؟ عندي رقم كبير ورقم صغير، الصغير هكتبه خارج القسم. طيب خلاص، أنا كده 8 في 9 ب 72. طب أنا معايا 74، هيتبقى معايا كام؟ هيتبقى من ال 74 2، صح؟ لأن 8 في 9 ب 72، ودي 74، هيتبقى منها 2، يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه باقي القسم، تمام؟ طيب لو جاب لي مسألة زي دي وبيقول لي أكمل ما يلي، إذا كان 55 على 5 بتساوي 11، يلا يا بيسان، فإن المقسوم عليه كام يا بيسان؟ اتفقنا مع بعض المقسوم عليه مكانه فين؟ آدي المسألة بتاعتي عبارة عن مقسوم، ومقسوم عليه وخارج القسم أو ناتج القسم. مين المقسوم عليه هنا فيهم؟ ها يا بوسي. نعم. مين المقسوم عليه؟ أول رقم ده اسمه إيه؟ وتاني رقم ده اسمه إيه؟ طب يلا يا دان فكريها. أنا فاكرة. نعم يا مس. طب نعم يا مس. هو عايز نعم. إيه بس؟ هو عايز المقسوم عليه مين فيهم؟ مين يعني هو عايز المقسوم عليه ولا عاوز المقسوم؟ ثواني، ثانية واحدة يا دان، ثانية واحدة بعد إذن. الخمسة. الخمسة بس كده، هو عايز المقسوم عليه. طيب يلا يا رقية، مديني يا رقية مسألة، مسألة قسمة عبارة عن مقسوم، مقسوم عليه
ناتج القسمة. بيقول لي مين المقسوم؟ المقسوم 48. برافو برافو يا روك. مين المقسوم عليه؟ 6. اكسلنت. خارج القسمة؟ 8. شطورة وجميلة، برافو عليك. طيب يلا يا عمر، دلوقتي بيقول لي عندما نقسم 26 على 5 هيكون خارج القسمة كام يا عمر؟ مين اللي خارج القسمة؟ أنا اللي هجيبه. 5. برافو شطور يا عمر. 5 وباقي القسمة كام؟ والباقي ها؟ 1. برافو. ليه؟ لأن 5 في 5 ب 25، هيتبقى من 26 1، يبقى باقي القسمة 1. إكسلنت يا عمر شطور، برافو عليك. طيب يلا اختار مين، اختار مين؟ يلا يا يا دان، انت اللي لسه ما عملتيش يا دان، ما حلتيش. طيب بيقول لي هنا اهو اهو جه يا بيسان السؤال اللي احنا لسه قايلينه حالا، 74 على 9. يلا يا دان. هي الأربعة سمعتك الأول بتقولي كام بس ما سمعتش إن أنت بتقولي اسمك. لا أنا هي الأربعة وسبعين، هي الأربعة وسبعين مش موجودة بجدول التاسعة، بس أنا هي في حاجة قريبة منها. أيوة هي الاثنين وسبعين. أيوة هي الاثنين وسبعين قريبة منها، فهنقول فهو الاثنين وسبعون. خارج القسمة كام؟ هو كام في تسعة باتنين وسبعين؟ تسعة بثمانية باثنين وتسعين. برافو، يبقى خارج القسمة، يبقى خارج القسمة تمانية. تمانية في تسعة باثنين وسبعين، هيتبقى كام باقي القسمة؟ باقي القسمة كام؟ باقي القسمة، باقي القسمة لحظة هتبقى 1. عدي كده من بعد ال 72 لحد ما توصلي لل 74. 2. هو بقى مش عايزني احل المسألة، هو كل اللي هو عايزه عايز باقي القسمة، فأنا هقول له باقي القسمة 2. تمام يا حلوين؟ نشوف جزئية كمان ممكن السؤال يجي بيها. ممكن يجي لي سؤال مسائل لفظية زي ايه؟ زي كده. ممكن يجي يقول لي ايه؟ اقرأ المسائل التالية جيدا ثم أجب. أحضر سليم 15 فطيرة عشان يديها لأربعة من أصدقاء، ليعطيها لأربعة من أصدقاء، فما نصيب كل شخص وما الباقي؟ يعني أنا كده هقول ال 15 فطيرة قسمة ال 15 قسمة الأربعة هيساوي. يلا نشوف، بطلنا جدول أربعة، هدور على مين؟ على ال 15، أربعة في 3 ب 12. أنا بدور على ال 15 لسه ما جاتش. أربعة في أربعة ب 16. لا يا تيتشر، جينا وعدينا، يبقى هاخد ده رقم كبير ورقم صغير. الصغير هاخده هيكون خارج القسمة. يعني الصغير عندي ده خارج القسمة اللي هو التلاتة، والرقم الكبير ده تلاتة في أربعة باتناشر. أنا بقى معايا كام؟ 15. يبقى باقي القسمة هيتبقى معايا كام؟ 13 14 15، هيتبقى معايا تلاتة، يبقى باقي القسمة بيساوي تلاتة. تمام؟
تمام. فهمنا كده؟ تعالى كمان، وزع يحيى 21 زجاجة عصير بالتساوي على 3 طاولات، تمام؟ ما عدد زجاجات العصير التي وضعها على كل طاولة؟ هو كان معاه 21 زجاجة، هيقسمهم يعني قسمة 3 طاولات هتساوي، والله أنا بطل البطل بتاعنا جدول 3، هدور فيه، قول هدور فيه على 21. 3 في كام ب 21؟ 7. برافو، 3 في 7 هلاقيها على طول، طالما لقيتها على طول يبقى ما عنديش باقي. 3 في 7 ب 21، وباقي القسمة 0. تمام. نشوف اللي بعدها. يريد إبراهيم توزيع 48 كوب بالتساوي، هيوزعهم بالتساوي، 48 كوب قسمة، هيوزعهم على عدد من الصناديق، فإذا كان كل صندوق يتسع لخمسة أكواب يعني قسمة 5 عشان أجيب عدد الصناديق، هقسم 48 كوب قسمة 5. بطل البطل بتاعنا جدول 5، هروح في جدول 5 أدور على مين؟ أدور على 48. والله ده أنا حافظ إن 5 في 8 ب 40، 5 في 9 45. لسه ال 48 اللي أنا بدور عليها ما جاتش، هكمل. 5 في 10 50. الله يا تيتشر، ده احنا جينا وعدينا، هنروح عند ال 45. ايوه رقم كبير، هروح عند اللي فوقيها بقى، دايما اخلي راسي مرفوعه لفوق، هلاقي فيها رقم كبير ورقم صغير، الصغير ده خارج القسم اللي هو 9، والكبير ده هحطه عند 48، هطرحه منها، 48 ناقص 45 هيديني 3، ده اسمه ايه؟ باقي القسم. وكده يكون خلص اول درس للمفهوم التاني. سهل ولا صعب؟ سهل. سهل، طب الحمد لله. تعالوا بقى يا حلوين نشوف الدرس التاني بيتكلم عن ايه. الدرس اللي بعد كده بيكلمني ان انا دلوقتي، انا لو قلت لك 15 على 3 هتقولوا لي على طول كام؟ يلا قولي يا احمد. 15 على 3 5 فيها الخمسة، برافو. طب لو جيت قلت لكم 150 على 3، 150 على 3. بصوا بقى يا حلوين، احنا كنا في الضرب بننزل الاصفار ونضرب الارقام، في مسألة القسمة هننزل الاصفار ونقسم الارقام. يعني ايه؟ نزلت الصفر، انا عندي 0 و1 انزل 0 و1 وبعدين 50 50 بس. 15 على 3 هتديني 5. طب لو كان عندي السؤال بيقول 1500 على 3، أنزل الأصفار وأقسم الأرقام، آدي الصفرين نزلوا، وبعدين أقول 15 على 3 هتديني كام يا حلوين؟ 5. تديني 5، أصبح 500. طيب لو عندي 30,000 هقسمها على 5، مين يعرف يقول لي؟ قلت ايه يا ميس؟ 30,000. يلا يا احمد تعرف؟ يلا يا عمر. ها تعرف؟ لو عايز 30,000 عايزة أنا عرفتها مع الخمس، قولي
15 ألف. أنا يا مس دوري، محدش ياخد دوري. بصي هي خطأ، حاولي تفكري فيها تاني يا حنين. يلا يا عمر قول. طيب برافو 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 يا عمر، عرفتها. عمر قال 6000. ليه؟ عمر قال لي انا هنزل، انت كنت بتنزلي كل الاصفار، بس انا جيت انزل كل الاصفار لقيت 3 على 5، ده الثلاثة اصغر من الخمسة، فقال ايه؟ خلاص يقويها، يقويها بصفر عشان هي اصغر من الخمس، فعايز يكبرها شوية، هياخد صفر يخليه مع التلاتة وينزل التلات صفار. أصبح معايا تلات صفار نزلوا، وبقى معايا العدد 30 على 5، وإحنا عارفين وحافظين إن 5 في 6 ب30، يبقى هنا هنزل الست تبقى 6000. واحدة كمان، لو جيت قلت لك 2400 على الستة، نعم على الستة اللي يا خلاص يا عمر انت حليت شطور. لو جيت قلت لمين، لمين؟ مش هو انا، هتكون انا عادي، كون انت، ليه لا؟ يلا يا دين. طيب يلا يلا يا جميل. لو قلت 42 4200 على الستة، ايوه 4200 على الستة، هعمل ايه؟ يبقى عايزه النص اللي هو اللي هي اللي هو الناتج اللي هو بيطلع في الاخر ده، صح؟ تمام. هنا علشان هننزل الاصفار كلها، تمام، بس لحظة، اللي هنا ال 42 يا مس كبيرة عن اللي هي الستة، صح؟ ايوه، عشان كده نزلت الاصفار كلها. ايوه، فاحنا بقى هنشوف مين اللي جدول الستة بيدينا 42، واتضح معانا اللي بيدينا 42 هو السبعة. 7، برافو، فهيديني 700. اذا انا عندي، وعليكم السلام، انت خرجت يا احمد ليه؟ احمد خرج يا مس، احمد خرج، تمام. طيب يبقى انا كده يا حلوين، لو عندي مساله فيها اصفار بنزل الاصفار واقسم الارقام. طب لو الرقم اصغر، الرقم اللي موجود مع الاصفار اصغر من المقسوم عليه، اقويه. اقويه ازاي؟ اخد جنبه صفر وما نزلش الاصفار كلها، تمام. تعالوا نشوف الاسئله بتاعتنا ممكن تجي لنا ازاي.